أنه هددوا بالانسحاب بعضهم إذا ما تعطيني الوزارة الفلانية والشخص الفلاني أنا أنسحب. بعد ايش ما سويتها أنت مع وزارة؟ ما سويها أنا الحكومة أشعر أني مسؤول عنها. زين شلون أسويها؟ حكومة أنا بذلت من أجلها حتى روحي أنا كنت أن أفديها، وأنت تدرون بي أنا شال سلاحي واقف هنا أنا أدافع صحيح عن العملية السياسية. شلون أسوي هاي؟ بل بالعكس قلت لمحمد الشاه، قلت له إذا اقتضت الأمر لا تعطينا ولا وزارة بس مشي الحكومة. كان هدفي كله أن تتشكل الحكومة، والله قلت له بس شكل لي حكومة. حتى في يوم الإعلان وطلب من مجلس النواب عقد جلسة، بالجلسة قلت له أطلب عقد جلسة المجلس النواب لتسمية الحكومة، قال ما مكملين، قلت له ولو 15 وزير حلو اخذهم لهناك وشكل بيهم الحكومة وانهينا هاي الحكومة وانهي هاي المرحلة حتى نبدأ مرحلة جديدة. شلون اجي افرض عليه لو تعطينا هذا؟